أيها السادة المشاهدون، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج قضية للحوار. أعزائي المشاهدين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل راع مسؤول عن رعيته. ومن هذا المنطلق تعتبر قضية تربية وتعليم الأولاد قضية هامة، لا سيما في هذا العصر الحاضر الذي اشتد التنافس فيه في ميدان العلم والمعرفة. وكما أن البدن في الابتداء لا يخلق كاملاً، وإنما يكمل ويقوى بالنشوء والتربية بالغذاء، وكذلك النفس تخلق ناقصة قابلة للكمال، وإنما تكمل بالتربية وتهذيب الأخلاق والتهذيب بالعلم والمعرفة. أعزائي المشاهدين، نحن في بداية العام الدراسي، نتحدث اليوم عن تربية الأبناء، نتحدث عن مراحل التعليم ومرحلة ما قبل المدرسة، كما نتطرق في هذه الحلقة حول دور الأسرة في التربية، ودور المدرسة، ودور المجتمع، ودور الدولة. ولكن في بداية الحلقة دعوني أن أرحب بضيفي في هذه الحلقة، وهما الأستاذ حسن عبد المؤمن، باحث وخبير تربوي بالمركز الوطني للمناهج قسم إدارة الكتب، ورئيس لجنة صياغة الكتب العربية. أهلا وسهلا بك أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. كما دعوني أن أرحب بضيفي الثاني في هذه الحلقة، وهو البروفيسور محمد سعيد أبا زين. بروف، أهلا وسهلا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ حسن عبد المؤمن، لو بدينا معك بداية في هذه الحلقة، ونحن في بداية العام المدرسي والعام الجامعي والذي فتحت فيه المدارس والمعاهد أبوابها للتلاميذ، فكثير من آباء التلاميذ لا يذهبون إلى المدارس إلا في بداية العام لتسجيل أبنائهم، أما خلال العام لا مراقبة ولا متابعة، وقد تأتي النتائج بما لا تهواه الأنفس. نريد أن تحدثنا رأيك حول بداية العام الدراسي، ثم نتطرق إلى مواضيع هذه الحلقة. بسم الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بمناسبة البداية بتاعت العام الدراسي 2015-2016 اللي بدأت من يوم 15 سبتمبر، نتمنى الخير والرحمة للوطن الغالي والعزيز نجات. في الحقيقة بداية العام الدراسي بدأ بدري قبل الأوان، طبعا على حسب السلطات العليا، وإن كانت البداية يعني شوية كده تقيلة، لكن كل شيء في بدايته دائما بيكون شوية فيه يعني صعوبات. فنتمنى أنه المعلمين ما خلاص يقولوا دي حجة، لأنه الوقت خريف وخريف وخريف، دي ما حجة. في بعض من الدول الناس بيقروا في الخريف بدلا من الصيف، لأنه في الصيف في أمراض كثيرة. لذلك نتمنى أنه الناس كلها تشد حيلها وتحزم أمرها ويمشوا المدارس، ولو كان ولد واحد بس جاء في الفصل خليه يقروا، لأنه هو ده عنده الرغبة. فإذا البداية طبعا الآباء هم المسؤولين، لأنه المسؤولية الأولانية أو الدعامة الأولى في التربية البيت، والبيت مسؤول منه الأب والأم. الأب يرافق ولده أو أولاده إلى المدرسة، يسجلوهم ويتعرف على المسؤولين، ويحاول في كل فترة إن شاء الله بعد كل شهر أو شهر وحاجة مرة يزور المدرسة. جميل جدا. ويشوف الأطفال شنو بيسوون. أستاذ حسن، بداية لو تحدثنا عن مثلا المراحل الدراسية، وخلينا نتحدث عن مرحلة ما قبل المدرسة وهي مرحلة الروضة. في كثير من الدول اليوم تهتم اهتمام كبير جدا بمرحلة الروضة، وبنت مدارس وأماكن لإيواء الأطفال لتعليمهم فيما يسمى بعملية الروضة. لكن الدراسة في مرحلة الروضة دي في تشاد كثير من الناس لا يهتمون بعملية الروضة أو الدراسة أو تعليم الأبناء قبل المدرسة. انت رأيك شنو في مرحلة الروضة؟ ونريد أن نعرف أهمية الروضة بالنسبة للتلميذ قبل أن يدخل المدرسة. طيب، في الحقيقة يعني الروضة هي أو دور الحضانة أو رياض الأطفال، دي موجودة في كثير من الدول،
وفي تشاد ايضا موجوده، وان كانت يعني وجودها كده موجوده كان في المراكز الاجتماعيه، بس في الفتره الاخيره شويه بدات في مدارس بتاع دور حضانه وكده، اما في البدايه كان المراكز الاجتماعيه بتاع وزاره الشؤون الاجتماعيه هي اللي كانت مسؤوله. وحتى الان الروضه في تشاد مسؤوله منه وزارتين، وزاره الشؤون الاجتماعيه والاسره ووزاره التربيه الوطنيه. ففي الحقيقه الروضه يعني هي الفتره قبل الولد ما يبلغ سن المدرسه اللي هو سن السادسه او السابعه. فعندنا في تشاد ربما اهمال، ربما الجهل، ربما اشياء كثيره. وايضا رايي انا يعني شويه بيختلف، لانه عندنا مثلا في الاسلام التربيه مقسمه الى ثلاثة مراحل. الطفل من عمر سنة أو من صفر لغاية 7 سنوات الرسول بيقول نلعبوه، في الوسط من 7 إلى 14 نأدبوه، من 14 إلى 21 نرافقوه. فإحنا بنشاهد مثلا في المجتمع الإسلامي أن الأطفال الدقاق بيمشوا مع أخوانهم الكبار في الخلاوي والمسي. الطفل أبو سنتين أبو ثلاثة برافق أخوانه بيمشي، ما في إنسان بيسأله، لكن إثناء ما وجوده لما يجي راجع البيت بيكون سجل لمجموعة من الآيات والصور بتاعت الأطفال الآخرين. لذلك يعني إحنا الروضة عندنا نقول روضة طبيعية، مع أنه الروضة أغلبه موجود في الدول. في رأيي أنا مثلا بشوف بعض الناس في بعض الدول النساء والرجال يعني الأزواج أو الأبوين ما عندهم وقت في البيت للأطفال، لذلك بودوا الأولاد في الروضة. لكن الروضة في طالما الوقت أن إحنا نواجب نسيره مع الشيء اللي إحنا في واقعنا، إذا الواقع والوقت الحالي يفرض علينا أن أولاد نودهم الروضة. جميل. عشان ما يتعلموا. جميل. بروف لو رجعنا لك في بداية العام الدراسي، نحن اليوم في بداية العام الدراسي، وكثير من التلاميذ ما بيهتموا ببداية العام الدراسي. تجد يعني التلميذ ما بيجي المدرسة في الأسابيع الأولى، بيجي إلا شهر 11 أو شهر 12. بداية حدثنا عن أهمية الحضور في بداية العام الدراسي، أو لو لديك إضافة مثلا في مسألة الروضة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد أنا نبدأ أولا بنثني على ما قال الأستاذ حسن فيما يتعلق بالروضة. يعني أنا هنا مثلا بنقول في الشتاء لا تحتاج الماء البارد يعني، ونينا أسرتنا ذاتها روضة، من أسرتنا روضة يعني، بخلاف المجتمعات الأخرى التي تلقى فيها البيت عند أم وأب وولد في بيت واحد منعزل. هنا ما منعزلين في بيوت، الناس اللي مثلا مستأجرين بيوت، والناس مختلفين الأجناس، وعندهم إيال جماعة يعني بلا بس الأسرة الواحدة عندها 3 4 5 أطفال، وتجد المرأة مثلا تمشي السوق وتخلي إيالها في البيت مع الجيران دي كلهم أبهات وأمهات الإيال دي. يعني عندنا تربينا الخاصة مثل دي، يعني الولد هو ولد المجتمع حوله ده بس كل كي، فهو ما هو في قناة أن الروضة هو ما محتاج للروضة. بعدين عندنا نقطة تانية، يعني ناس يعني نتكلم عن الروضة كأن الكلام ده يعني يخص التعليم الفرنسي بالذات. يعني عندنا مسألة سيئة قاعد بنعملها، الولد بيكون عنده يعني في خلال 7 سنوات اللي هو مفروض يمشي فيها في المدرسة، هو عنده ما يكفيه للدراسة من اللغة العربية مثلا، هو بعرف الكلام يعني ممكن يدرسه، لكن نجي نعود من جديد 6 سنة من للخلف، يعني نعلم كيف ينطق الحرف، كيف كذا، كيف الكلمات، نعلم من جديد يعني للطفل نعلم من جديد ليدرس بلغة أخرى، وهو عنده الكلمات مثلا درسها عليه بالفرنسيه هو عنده عليه بالعربيه. مثلا الولد في الابتدائي في قبل ما يدخل الابتدائي بحسب لحد 100، ونحن نجيب نقبله في المدرسه ان يحسب ما بين الواحد والعشرة. هو 100 بعرفها، والجمع بعرفه، والطرح بعرفه، لانك رسلت في السوق ماشي وجاي يقول لك انا شيء قصر لي بعرفه شيء، ما هو بعرفه شفويا كده، بعرفه شفهيا عقليا كل الاشياء دي بعرفها.
نحن بدل ما نجي نعلم الكتابة عشان الشيء اللي هو كان بيعرفه نطب اللي مثلا لغتها ونطب اللي الأشياء دي في الفنيات اللي نحن عندنا لها في المدرسة، بنعود من جديد نسوي لها فورميت، نمسح ذاكرة مرة واحد، نجيب لها كلام آخر نركب لها حتى نعود من جديد للشيء اللي هو كان قبل بعرفه نجي نعلم لها من جديد. يعني نضرب ذلك بمثال، أنا مثلا نشيل لي ولد مزارع وننتظر لحد السنة الرابعة الابتدائية حتى نعلم الزراعة، هو بعرفها للزراعة، هو مارسها للزراعة. إذا هنا عندنا خطأ هنا في الأشياء دي. وهنا لما هو بروف حتى الآن أنا ما فهمت من كلامك ده، أنت عايز تصوب شنو؟ أنت عايز تقول شنو الخطأ ولازم يجب تصويبه؟ الخطأ ما هو أولا كي كون الدولة ذاتها كده أخذت من اللغة اللي هي ما مستعملة جعلتها فرضية في التعليم وتركت اللغة المستعملة، هذه الإشكالية الكبيرة. يعني مثلا ابن دي ولد أنا من أعرفه للسماء وصل المدرسة وبيتكلم معي أنا من خاطبه، ثم نجي أنا نفسي لولدي ندرس من جديد عشان يخاطبني بلسان آخر حتى نعلم الشيء المفروض كان نعلمه، فبنرتكب خطأ كبير. يعني حاليا هل أنت موافق على مرحلة الروضة ولا أنت معترض على مرحلة الروضة؟ أنا بنقول الروضة ما أكون معترض عليها، لا مع الناس اللي وضعوها ده بعرفوا كيف السبب اللي وضعوها فيه، لكن إحنا عندنا مثلا أول شيء المسيح، كلمة المسيح دي معناها شنو؟ أما عندنا المسيح هو المسيح كما هو روضة، هو المسيح ذاته كما روضة. السالين يوم زمان الريال بمشي بقروا وعندهم اشياء كده بيقولوها في اثناء القراءه بتلاقوا بالقرايه قل يا ايها الكافرون، يعني كبيش بيقرون والاشياء اللي بيسووا كده دم بلقوا بال اطفال كده لحد الاشياء اللي بيعرفوها كده، تيجي الوالد تسال من سوره الكافرون ده بعرفه، بعرفها شنو بالكلام ده اللي بيقولوا لي ده الاخوان معايا. هو انا فهمت من كلامك كونه بتقول انت في الدول الثانيه الناس بعملوا الروضة لأن الأسر ضيقة وبالتالي الصغير لازم يودوه عشان يختلط مع الناس الآخرين ويتعلم. هم ما فاقدين أيوة. فاقدين اللي نحن عندنا. أما نحن في جات أن نحن أسرنا كثيرة والطفل من بنشأ كده داخل في بيت 20-30 صغير يلعب أيوة. معهم وأما دول بيتكلموا معاي والعالم كلها خلاص والمدرسة معايا في البيت، يعني هي دي تكفي وإنه زيادة من الروضة. بالنسبة لبداية العام الدراسة، نحن في بداية العام الدراسة ونتكلم كونه في بعض الأطفال في بعض التلاميذ ما بحضروا في بداية العام الدراسة وحتى أسرهم كل ما مهتمين بحضورهم في بداية العام الدراسة إلا بعد أسبوعين ثلاثة، أنت شايف كيف الكلام؟ لا أنا عندي اليوم تنبيه أكبر ما للأطفال، أنا عندي بالرجال المتطفلين في الجامعة، يعني مثلا باعتباري عميد كلية العلوم الشرعية والسياسية بجامعة الجبينة، يعني أطلنا السنة الدراسية المضت دي أطلنا منها جزء لسبب إضراب ما عند أي أساس شرعي، ما مشروع الإضراب ذاته ما كان مشروع، لأن الإضراب في الجامعة لا يكون إلا لأسباب أكاديمية المنها إذا ما سبب للإضراب. بعدين هنا فرضنا وجعلنا نقابة واحدة للطلاب الشاديين في شات كلها، في حين أن النظام الداخلي بالنسبة للإضراب بيقول يعني كل نقابة هي تختار إذا كان ماشي الإضراب أو لا تمشي الإضراب، فجعلناه واحدة كأن الجهة الواحدة لما تصدر أمر بالإضراب كل المدارس تكون مؤطرة، وده خطأ مننا أن يكون حددنا اتحاد الطلبة يكون اتحاد واحد، اتحاد الطلبة في شات كلها وكل جامعة مفروض يكون لها عندها اتحادات مختلفة عن الأخرى، بخلينا ممكن نعرف الناس الدارين بيقروا بيجب واصل، لأن الإضراب ده حق فردي، أنت مضرب تخلي الآخر ما دار يضرب يواصل، أنت حر. نعم. لكن كون تعمل إضراب تعطل التدريس وتمنع الآخر من الحضور وفي حين أن الإضراب ممنوع في الكليات وتجي تلقى ناس بيجي بيحتلوا الكلية يسدوا الطرق يحاجموا على الناس، وين النظام العام؟ ما في نظام عام، يعني الناس شغالة بعشوائية. نعم. والأبهات ذاتهم ما بوصوا عيالهم، مثلا أنا اليوم عندي أولادي بقروا في الجامعة، وعندنا في الجامعة ما شاء الله الدولة سوت أشياء مهمة، يعني عندنا مطعم في الجامعة وعندنا حافلات بتنقل الطلبة وتوديني إلى الجامعة كلها، يعني بنقدر بالنسبة لنا هنا زي ما زمان بنقوم بأقدامنا نمشي للجامعة أو نأجر تاكسي نمشي، الأجرة عن التاكسي دي كلها كي بتجيب لنا رحلة ذهاب وإياب،
بتمكننا من الاكل يعني ب 20 ريال تلقى لك فطور تمام. انت في المدرسه عندنا زمان بدونا شنو يعني 3 ريال تشتري لك فول بريال ومباي بريال، ده كله كان المحظوظ بلقاها يعني. شو هاي الجو بتاع ابني هناك ده كله اليوم ناس عندهم ليه. فكونك انت تؤطل الدراسه ده اولا الجانب اللي انت اطلته قبل. والانسان ما جاي في المدرسه من اجل المنها، وجاي من اجل التعليم، وواجب الجامعه ده يعلم الطالب ما يكون يدي منها. طيب أنا نقوم بواجب للتعليم وده الأساسي طبعا، والمنها ده شيء ثانوي يعني إضافي إضافي ومكتسب كمان. يعني ما معناه تكون المنها تأخرت لا تدفع، لا تتأخرت تتأخر لكن تدفع. والموظف ذاتك المدرس الأستاذ ذاتك كده راتب يتأخر ويدفع. ناس بيجي بتلاعبوا في الفصل اشياء هسه قاعده بتحصل في الجامعه دي. انا في جامعه انجمين بالاخص، انا درست في جامعه انجمين، انا ما شفتها في اي جامعه من الجامعات اللي درست فيها في الخارج او في جامعة. حتى لو انت كان درست في جامعه انجمين ما كان في تلاعب بالصوره دي. عدم التزام خلقي النموذج كله التزام خلقي. ان مره كان جانا استاذ كده يعني يشرفنا بافتتاح السنه الاكاديميه، والطلب جو منعوه ما يقدم درسه، منعوه في فرشه، منعوه ما يقدم درسه. الاشياء دي ما اشياء المفروض تجي بالناس. وفين المسؤولين الامنين المسؤولين من الجامعات والانضباط؟ لا ما انا اللي داير، انت عشان تكلمت ذكرت الاباء كيف ما بيتابعوا، انا داير من خلال الميكروفون ده من البرنامج ده عشان الابهات ينتبهوا للتطفل اللي بيسوا اولادهم وهم كبار. هم عندهم اشم كون اولادهم باكر يقوا موظفين يخرجوهم من حاله وهم قاعدين بيسوا شنو في الجامعه. دي الحقيقه داير نبينها، وداير كمان نهس الدوله لانها وافقت سنوات بإضراب غير مشروع بأطل الدراسة. ثم أنها جعلت الأشياء التكميلية جعلتها كالضرورية وتركت الضروري. ده الحاصل أن عندنا ليه. ما هو لكل داء دواء يستطب به إلا الحماقة أعيد من يداويها. نعم. الآن إحنا عرفنا الداء، عايزين الدواء. الدواء ده أول أنا بنهيس الآباء، كلام تاني الآباء والكلام ده أول مسؤولية الدولة. ومسؤوليتي أنا المدرس الأستاذ في الجامعة. أنا لما بندرس الطالب ما بندرس كزول منفصل عني، لا أبدا. وولدي بدرس في الجامعة الأساتذة اللي بدرسوني اللي كلهم أبهات، كلهم أبهات في المفترض يعرفهم كده. وأنا بندرس كأستاذ من الأساتذة. ما أنا أبو، كان أبو أنا أبو للطلبة ندرسهم ده كلهم. أنا الطلبة حاليا كلهم بينادوني أبا. نعم. الطلبة بينادوني أبا. وبعد الزملاء اللي أنا كان درستهم وحاليا ما أي زملاء في الجامعة كذلك بينادوني أبا. جميل جدا. وأنا بينادوهم إيالي. فأنا مربي، ما بنقول الأب يجي يراقب لي ولاده في 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 الجامعة. أنا هو أنا بروف المراقب. بروف بالنسبة لكلامك أنت تكلمت أصلا عن الجامعة والفوضى الموجودة في بعض الجامعات، وخاصة جامعة الجمينة كنموذج من هذه الجامعات. يعني أحيانا الطلبة بتأطل الدراسة لأشياء تافهة جدا وأشياء مادية أصلا هي غير مشروعة بالأصل، ثم في بسبب بأطل بيعطل الدراسة. فأني إحنا عايزين نعرف مثلا، هل إحنا الآن نتكلم عن بداية الأمل الأكاديمي أو الأمل الجامعي أو الأمل المدرسي، بالنسبة السلطات المسؤولة من أمن الجامعات، السلطات المسؤولة من انضباط الطلبة، فين السلطات دي؟ السلطات قاعدة، لكن السلطات دي هي لا حول لها ولا قوة. مثلا أنا ممكن نقول لك السنة الدراسية بالنسبة لي أنا في الكلية بدأت من 1 سبتمبر 2015. نعم. الأساتذة موجودين، وأصدر بيان كون الأساتذة والأمال والإداريين وكذلك الطلبة كون الجامعة مفتوحة ومفروض مباشر الأمل من 1 سبتمبر. بنجي الأساتذة بجوا بسلموا علي وبقودوا بنجلسوا نناقش إن من بيننا في مسألة أو مسألتين ونعجز ونرجع. ما هو السبب ما من المدرسين، السبب كله من الطلبة. من الطلبة. الطلبة هم الأصل الدراسة. لكن أنا ما بنقول الطلبة. نقول آباء الطلبة. آباء الطلبة. هنا زي ما هسا في آباء رأي آباء التلاميذ في المدارس ده داير يكون هناك المؤسسة دي هسا لآباء الأطفال دي المفروض تكون مؤسسة لآباء
الطلبة في الجامعة ذاته. جميل. خلينا دكتور دور أخونا بما يجي في الجامعة ذاته. النظام ده يوسع علينا في الجامعة لأن ديل أكثر أكثر احتياجا لرعاية الآباء من الأطفال. دعنا بروف نرجع إلى أستاذ حسن مؤمن بصفتك كخبير تربوي. أستاذ حسن الآن نحن في بداية العام الدراسي. رئيس الجمهورية أشار في خطابه الذي ألقاه في مناسبة عيد الأضحى المبارك كونه حتى الآن لم تنتظم الدراسة بصفة رسمية. الأسر اللي بتجيب بتسجل أبناء في المدارس. أنت مدام تجيب سجل ابنك في المدرسة وتعرف كون المدرسة خلاص فتحت، شنو بغل الأسر ما بأصروا أولادهم عشان يجوا يحضروا في الدراسة في بداية العام الدراسي؟ يعني الظروف، يعني ما نحكم على الناس كلهم أو نضعهم كلهم في بوتقة واحدة، لكن الناس ظروفهم بتختلف من أسرة لأسرة. في البداية طبعاً العام الدراسي كان بيقوم في أول عشرة، وفجأة السنة ابتدى من يوم 15 في سبتمبر، ودي صادف كان في يعني المرتب ما جاء، وكان في يعني ارتباطات دينية أخرى أيضاً، إن كان هي يعني مثلاً الأضحية هي ما إجبارية، التربية بتاع الأولاد أهم منه. صحيح. لكن إحنا كمان تعودنا على شيء، لذلك الناس بيقول السالير ما جاء، والسالير كان جاء كله إحنا نطبه به الضحية، والبعض من الناس اللي عندهم إمكانيات فعلاً يعني قدروا سجلوا أولادهم. لكن إحنا في شات دائماً وأبداً نقوله الأسرة حالياً كده فشلت، إن كان ما كلها لكن أغلب الأسر فشلت في تربية أبناء. الإيال الآن كان تتكلم يقول لك إيال هنا الزمان ده، الزمان ماله، الشمس بتشرق من مكانها وتغرب من نفسها هي، والناس هم اللي تغيروا، والعوامل الأخرى الجاية من برا أثرت فينا، وحتى أن إحنا فشلنا ما قدرنا نتحمل المسؤولية بتاع التربية أبنائنا. إذن المسؤولية الأولى بتقع على الأبهات، على الأبهات، وإن لا الدولة عملت ما في وسعة، بنت المدارس وأعدتها وجهزتها وقالت يوم كذا تعالوا المدارس، لما الواحد ما يمسك أولاده ويجيبهم ما بنمسكهم، الواحد يقول لك وتألم كله رويان التراب غرقان ألم، لا، القراية في الخريف أو في فصل الشتاء أحسن من الصيف، لأنه الصيف كله أمراض. صحيح عندنا مشكلة بتاع الطرو وكذا، لكن ده ما يمنع أنه نحن نجيب أولادنا في المدارس. الوقت ماشي وما من صالحنا لا نحن ولا الأولاد. إذن الأبهات نفسهم كما قال الدكتور إحنا هم يا بحاجة إلى توعية وإلى توجيه، عشان ما حتى الآن في جانب التعليم مجاناً، وده شك كله ما في، أي إنسان يعترف بذلك، مثلا أم سجل ولدك ب400 أو ب600 تقول أنا مش كفيت له، ما كفيت له. إذن حتى الآن الدولة قاعدة بتنفق الملايين بل المليارات من أجل يعني تربية أبناء شاد. إذن يا أخواني الأبهات أنتم المسؤولين، المسؤولية الأول الأولاد، رافقهم للمدارس، خلي طالما الدولة عدت كل شيء والمعلمين منتظرين أبناء، أنتم شيلوا أولادكم ودوهم، انتوا ضيعتوا وما تضيعوا الابناء. ده اللي انا داير اقوله ده بالنسبه هل حضور التلميذ في بدايه المدرسه في بدايه اليوم الاول لفتاح المدرسه وحضور التلميذ بعد 4 أسابيع او 5 أسابيع من بدايه المدرسه، شنو الفرق بينهم؟ فعلا في فرق. يعني في بعض من الناس طبعا زي ما قلنا زي الوقت ده هم لسه موجودين في الخريف مثلا عندهم مزارع برا و و و, و. ده ربما ظروفهم بتختلف من الموجود في نجمينا أبو ما يجي، والموجود في نجمينا المفروض يمشي المدرسة. بعدين المدرس لما هو يبدأ مع الاثنين الثلاثة بعد كل يومين ثلاثة بيجوا أطفال جداد، هل يستمر مع ديل البدا معهم وديل يكون يتعلقوا، هل يرجع وراء وديل يكون ينضره؟ إذن دي مشكلة حلها إلا مجالس الآباء، المفروض يعني تكون في ندوة يعني نجتمعوا لها ونورهم للأبهات أهمية عن المعلم. كون المعلم بيدرس وفجأة كده يجي ولد يخش معناه عمله ده كله ضاع، تاني حيرجع من وراء، فما بالك شتت تشتيت الانتباه. الله يخليك، فما بالك يتأخر أسبوع أسبوعين أو شهر، هل هو اللي بيجي وراء مع الجول البدو سواء حيكون سواء ما حيكون سواء، في النهاية المستقبل بتاع الولد أو الولد المانجة يجي يقول الأبو المعلم حسد لي أبنائي وضر لي أبنائي، مع أن المسؤولية تقع على الأبهات يعني. بروف عندنا مشكلة كبيرة جدا في شاد موجودة، وهي الانتقال من مدرسة إلى مدرسة. في طفل أبنوه البدا في مدرسة ألف
السنة بيشولوا بودوا مدرسة با السنة الجاية في مدرسة آخر جديدة فتحوها كلها كان أبو بشيلة بودي مدرسة جيم. هل في 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 انعكاس أو في سلبيات للانتقال من مدرسة إلى مدرسة ولا ده ممكن يكون جانب إيجابي بالنسبة للتلميذ؟ أنا قبل ما أطول سؤالك ده دار نبي في نقطة واحدة. هي كلمة الوزير معناها شنو؟ مع كلمة الوزير ده هي الصلاحيات أصلاً كل رئيس الجمهورية. بعدين بأين وزير عشان الوزير يتحمل جزء من مسؤولياته والجزء ده موكل به الوزير. أينما كل وقت ننتظر رئيس الجمهورية يتكلم حتى نقول من كلام رئيس الجمهورية دي نعمل. ما هو جبيرك يوم أيناك وزير ده أمتاك صلاحيات تقوم بها. صحيح. والوزير ما بقوم بصلاحيات هو كده منفرد. هما وزير. عند كادر معاه. عند وزارة. وهو في نفسه هما جزء من الدولة الوزير. هما جزء من الدولة. القطاع بخصه ده بخصه هو. اليوم إذا كان تكلمنا بالتربية الوطنية. التربية الوطنية تخص في كافة أنهاء الأراضي الشادية وزير التعليم هو وكل الناس العاملين معايا من مدراء من أمناء عامين من معلمين وكذا حتى أباء الأطفال دي كلها بتخص وزير التربية. أنا ما بنقول الأب القائد بكد ماشي بحري ولا بالليسبوس ولا بمشي بخدم هناك مصون ولا منيفر بجي بربي ولاده ده تاني يجي يقوم بجزء بقوم بيه وزير التربية والمعلم ده ما هو خطوه عشان يحيل محل الأبو عشان داينا في زمان بالفرنسية بقول لنا لماتر اتان سيغون بير وأبو تاني وإنه كان نسموهم أبهاتنا هم ما أبهاتنا الأساتذة بيدرسونا دي. فهو الولد لما يودوه المدرسة المدرس ده به المحل الأبو مباشرة هو بيكون الأبو كما جاء المدرس يراقب الولد دي لمازم لأنه هو اللي عنده قائمة الحضور ويقول اليوم حضر والمسقاب المدرس ممكن ينادي الأبو ينبهها ويكون فيه خلل كده في تصرف الولد أو ينوب عن الأبو مباشرة ما ينوب يؤدي بها كان دك ويدقها كان حراج كله يهرجى لأنه هو المدرس كان ماشي وليجي ولده مثلا مرضى واقع في الشارع أو حمل أسل لها حادث ما هو ما بخليه مالين أنه ولده إذا كان شافه بيسي شغل آخر كله من حقه من واجبه ما حقه واجبه يقوم بالمسؤولية النيابة عن الوالد هذا. فهيني مسألة عادينا في شات هسا قاعدين ده في طبعين كل إنسان عادة في قبائل تشاد ما نقول لك كلهم لكن عادة السواد الأعظم من المجتمع التشادي ده إنساني كي زول كبير أدب ليه وليه بجي بقول ليه ما ليه وليه دي أدبتك يا ماشي صح. إلي أسنى يعني. في ناس هنا قاعدين ما بضربهم مثلا بيشوفها لكن عادة كأننا في شادة الإنسان الكبير يؤدي أي صغير اللي يجي أمامه. حتى أبو زاد ممكن يقول لي دقة دقة. أنا زمان كان الأستاذة في شادي أنا جاب أبوي وجاب بعد قال لي وقال لي أبوي الله رحمه قال لي يا أبا زين والله ولدك ده زول فهيم راسه قوي أبوي غضب. نعم. غضب. قال لي آدم كيف تقول لي ولد راسه قوي راسه قوي إيدي أنا جاب زيش. ما تكسر الراس القوي ده ما تسي ماري انت ما تدق انت لما تسالني انا دورت ادب ولادي انت تقول لي ولادي راسه قوي قال لي انا ما ادبت وريتك انا ولا قصر فوق مو ولادي انا ولا قلت ما ولادي فهني المعلم ذاتك لابد يشيل روح الابوه هو ما يقيف هو مدرس قعدنا الطالب اللي بيدرس ده برا منا انا ما بنقبل طالب انا بيدرسه ما نقبل يكون طرف اخر مني كان يلقى ولاد رئيس الجمهوريه كله كان جاب يدرس امامي ده انا بس ابوه ابو اخر ما عندنا يوم قبل في بيتهم يوم تلاقي يسوي دي ما في المفترض من مهمة المدرسة بعدين الكلام هسه أنت ذكرت عشان نرجع إليه التنقلات دي كون التنقلات دي هي التنقلات دي هي بترجع لشغل آخر مفروض نتكلم عنه من قبل التنقلات من مدرسة إلى مدرسة دي الطالب ذات هسه أنت تقول ما للإيال ما ودون في المدرسة ده هو المدرسة لما زول أنت درست في المدرسة الدراسة الصحيحة وجيت في فترة الأطلة بتتمنى المدرسة تجيك عشان تمشي لها لأن عندها أشياء أنت بتلقاها ما بتلقاها في البيت بيحبذك في أشياء يعني من زمان أشوف المدرسة عندها ألعاب عندها فسحة عندها المدرس ذاتك أثناء التدريس عندها أشياء بيجيبها عندها قصص عندها نكت عندها جماعة عندها أسرة الأشياء دي كلها أنت بتفقدها عندما تكون في ثلاثة أشهر في البيت أثناء الأطلة في الدور الخارجي كمل ما تك عشان تمشي تلحق بالمدرسة لكن لما أنت جيت
ولقيت النقابة أضربت عشان الحكومة ما دفعت الرواتب والولد جوا ما لقيت المدرسة. جيت لقيت المدرسة نفير كل ما عندي ناس أخواننا السودانيين متقدمين علينا في شيء. يعني يوم السنة تبدأ ده الأبهات الجيران الإيال الأساتذة كلهم برفعوا أكمامهم وبخوض ديل بيصلوا المباني ديل بحرتوا ديل بقشوا ديل بنظفوا. انت علمت تلقانا أنينا فصلنا اللي بندرس فيه ما بننظفه فصلان ما صحيح هني أنينا ما لا ما نأخذ من إخواننا السودانيين العبر ونطبقها فينا عندما قيمنا أين زمان عندنا إليف دي سيرفيس نجي للفصل نرشو ألمي ونقشو ونشيل المعدات الأستاذ نجيبها نرصها ونقوم منشغلين بالمدرسة أكثر من المسألة بترجع لخلل حصل في التعليم ذاتك في النظام التربوي حصل خلل لأننا عندنا إشكالية أين في إفريقيا عندنا إشكالية وإشكاليتنا دي كبيرة مرة واحدة يعني عندنا شيء كده ماشيين فوق ده وتمام كده وبجينا نشيل من الناس شفنا شغل آخر من الناس وما مفيد ترى وما عملنا مقارنة بين الشيء اللي أنينا فيه والآخر من فلان دول فات أنا سوى أين خلاص الشيء اللي نخلوه نشيل شغل آخر يعني زي ما أستطيع تقول الناس بتلقى هنا أحيانا نعدل القوانين بقوانين أصل ما بتصلح قبل ما ندرسه ونخلي القانون السمهل إنه في كل ما أنت ترجع إلى الوراء بتجي تلك القوانين في شهاد كانت أحسن في السابق أحسن في السابق لماذا؟ هنا قاعدين بفكرة التجديد مثلاً عندك تليفون تليفونك ده قاعد وأنت بتتكلم به وتواصل به وما بقطع عليك اتصال وكذا جابوا تليفون جديد تو جاء تليفون جديد بس تقول هو ده قديم تخليه تمشي تبي ده غالي وانت محتاج للاشياء الغالي الاضافه تبي بها التليفون الغالي ده انت الناس محتاجين لها هو بروف الناس دايرين التساير العصر العصر بيسايروك كيف العصر ده انا ولاني ساير بالتخلف انا العصر ما ساير بالتخلف انا داير تقدم اليوم الصين واليابان ديل هم قاعدين في تقاليدهم ومتقدمين علينا متقدمين على الدول المتقدمة. دكتور كلامك ده جميل جدا هو كمدخل أو كمدخل لعملية التنقل من المدرسة إلى مدرسة حتى الآن لم ندخل فيها مباشرة. التنقل دي التنقل بيجيبه شنو؟ ما بيجيبه الزول مثل جقاع بتاجر ليه فهم وشاف جاهر جقاع بتاجر ليه فقوس. والناس جيب بقول فقوس بقول أنا خلي فقوس نمشي الفام نمشي جيب فقوس عشان نسائق مثله السوق كله كمان لو تفقوس يوم لو تفقوس زول بيجي بيشتري لوك فقوس ما في الناس اللي كان دارين بشو الفقوس ده قلة وقلتوا الفقوس كلها هدي فات الطلب الأرض فات الطلب فهنا بيكون ما عنده مصلحة هنا عندنا إشكالية هسه بنجي في 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 التنقل ده في بعد التنقل إلا بهاب بدور يعلم ينجحوا بدور ينجحوا ما من أجل العلم لا بدور اليال ينجحوا هما هو في في تقدير هذا المدرسة اللي بتعلم لما عنده ليه وفاق له المدرسة بتعلم بيجيب ولاده ما بنجح زي ما حسب ذكرت ما بنجح وبيجي بلقوا النتائج يقول المدرسة الفلانية دي مثلا اليوم في البكالوريا جاب النتيجة كذا كذا بيشيله بوديه في المدرسة اللي جابتها يلتحق لكن ما برأي يكون الناس دي لكن نجحوا دي لا عندهم دراسة كده هم يعني تابعوها والدراسة دي نجحتهم ما المدرسة فبدل ما نصلح المدرسة اللي هنا فيها بنمشي نقول البلد ينضيف مدرسة آخر عشان المدرسة تصلحها لا هي المدرسة اللي سجلنا في إيالنا دي هي نصلحها جميل جدا بعدين في إشكالية انت ما تنسى الدولة في توزيع المعلمين دي نقطة مهمة جدا توزيع المعلمين بس على التعليم العالي يعني عندنا جل المعلمين في جامعة جمعنا فين جمعنا هنا ومن الجمعين نمشي ندرس برا ونرجعوا موظفين ده موظفين الدولة بعد ما ودين في الخارج في 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 في, في, في المحافظات عندنا ناس اليوم عندهم شهادات دكتوراه هو الدكتوراه أصلا كيف بيسوي شنو مادة التدريس والدكتوراه أزوي عنده دكتوراه للتدريس اليوم عندنا كم دكاترة قاعدين شغالين في الوظيفة في الوظيفة في غير التعليم العالي ما يصبوا يجروا في التعليم العالي يعني مثلا أنت لك دكتور قاعد اللي في محل هو ما بأدي شيء والتعليم الآلي محتاج لعلمه هنا الدكتوراه اللي يدرس به. طيب ماله ما تنقول في التعليم الآلي عشان يجي يدرس. جميل جدا دكتور خلينا بروف خلينا. بخلي الناس. أيوة. بنتقل من جهة. جميل جدا بروف طاف بين حول المشاكل التي تمر بها المدرسة التشادية. أي نعم. بصفتك كرجل تربوي أكيد لك النظرة حول التنقلات الآن بتحصل في المدارس التشادية. كلما سنة نسمع في حي فلان فتحوا مدرسة كذا ومدرسة كذا ومدرسة كذا. والتنقلات دي دائما بتسبب كوارث جدا لبعض الأسر.
بصفتك كرجل تربوي هل ترى أن التنقلات دي إيجابية ولا سلبية بالنسبة للتلميذ؟ نعم. طيب في الحقيقة يعني إحنا يعني الآن المدارس بقت تكتر، كان زمان المدارس مدارس الدولة والآن المدارس أهلية ومن أهلية مدارس خاصة. كل سنة المدارس بتتوسع وبتزيد. نعم نقول زيادة المدارس حتى الخاصة دي وإن كانت تجارية في البعض، لكن برضو نقدر نقوله يعني دي خطوة إلى الأمام، أو الناس قدروا عرفوا المصلحة بتاعت التربية والتعليم. لكن المدارس دي مفروض الإشراف بتاعت الدولة تتم عليها، ما نقول دي مدرسة خاصة وخلاص، لا، الأولاد اللي بيقروا فيها باكر حيمشوا وين؟ حيخشوا في المجتمع الشادي. إذن المفروض أي مدرسة خاصة أو أهلية أو عامة الدولة دي يعني إشرافها يكون نفسه هو الإشراف، زي ما بتشرف على المدارس العامة بتاع الدولة مفروض تشرف على المدارس الخاصة أيضا. وعملية النقل في السنين فاتت كانت ممنوعة، إذا كان في ولد دارين يحولوا من مدرسة لمدرسة اللي يمشي المندوبية، وب يعني في أشياء يعني ثوابت بتخلي على أنه الظروف فرضت على أنه الولد دي يحولوا من مدرسة إلى مدرسة. الآن لا، ما في أي واحد تشيل ولدك توديه هنا ما نجح، وما نجح ده الأسباب أن ما نجح، هل المدرسة؟ لا، أنت شوف ولدك ذاته، هل في البيت أنت قاعد تراقبه؟ هل قاعد يذاكر؟ هل قاعد تجيب له مدرس مثلا عشان ما يعني يطول؟ ده كله ما في، الولد يطلع من الصباح يجي آخر الليل، أنت في الليل نمت حتى يجي وين؟ مثلا مع ناس تشيلسي، مع ناس برشلونة وغيرهم وغيرهم، يجي يقع ينوم الصباح تقيمه يلا مين قام ده، بس شال كراسات وجرى السنة انتهت، هو برضو قاعد في محله ما هينجح. لكن خلاص مين ما نجح كمان، آه المدرسة ما قلت كم نشيله ونودي مدرسة أخرى، مين ما نجح كان بيقول المدرسة دي هي ما قلت الأسباب للمدرسة، ما إنه السبب يرجع للأب ويرجع لعدم مسؤولية الأب وأيضا المسؤوليات بتاعت المندوبيات، والمفروض يعيدهم. أي تلميذ أو طالب يتحول من مدرسة لمدرسة لازم يكون في إثباتات بأشياء بتخليه يتحول، وإلا مفروض أي واحد يقعد في محله. يعني والشيء ده فوق ضرر 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 للأبو نفسه، هو بيتكفل مثلا عشان أنا عندي ولد ينجح بس حتى إن شاء الله ما يقرأ، ما نجح هيني يشيلوه ديو مدرسة آخر يسجل في فصل، هل هو مفروض يعيد؟ لا، يسجل في فصل آخر. إذن هو ده ذاته خلاه ودي نقره عمره كله ما راح يعمل المحل ده. إذن مفروض الأبهات يعني هم يراقبوا يعاينوا، يعني بدل ما كل سنة تودي ولدك في محل آخر جيب له معلم في البيت يراجع له الأشياء المواد اللي هو عنده. ما هو عند حجة يقول لك المدرسة اللي بدرس فوق دي مدرسة ما عندها مدرسين كويسين ومدرسة ما بتدرس كويس، ما في مدرسة المدرسة بتدرس كويس ده كان ينجح، ده هو الكتاب. لا، ما ينجح ده مع الأسباب، إذا كان هو وفر كل الأشياء دي حتى الولد فشل أو ما نجح، لكن هو من نفسه مقصر في تربية ولده في البيت وفاشل في البيت، والولد زي ما هو بيطلع زي ما يجي ويجي راجع عنده أصدقاء سوء. إذن هنا المشكلة دي بتتوقف على الأب، هو دائما نقول المسؤولين بتاعنا الوزارة، الوزارة نفسها خليها ما تقلل من مهمتها، لأنه هي مسؤولة من تربية عن الأولاد عن الجاد. إذن المفروض نفرض على الأباء عشان ما الولد طالما وده خليه يكمل في مدرسته دي، إذا كان حتى ما نجح خليه يعيد الفصل. اليوم الأباء ما يرضوا بأبنائهم يعيدوا الفصل، إذن ده قاعد يظلم في ولده. باكر لما خلاص الولد يقول ليه أبوي ما كان يخليني. وحضرتك في 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 قضية أثرتها ودي قضية مهمة جدا، كون الطالب التلميذ اللي بدور بيتنقل من مدرسة إلى مدرسة آخرة لازم يمشي المفتشية ويعرفوا سبب التنقل شنو. هل سبب التنقل ده كونه زمن ساكن في مرقيب وأسا ودو فرشة ده ذات سبب، ولا السبب اللي خلاه تنقل ده كونه المدرسة دي تسجيلها بعشرة ألف ولقينا مدرسة بألف واحد بس بيسجل الزول، هل ده كله يمكن يكون سبب في 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 تنقله؟ نعم. لكن اليوم للأسف الشديد في واحد برسخ في المدرسة مثلا، هو قاعد في أولى إعدادي، نعم، برسخ أولى إعدادي برسخ في 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 الفصل ده وبدور يمشي أولى ثانوي. أيوه، وبحجة كونه ما نجح أبوه شيله يقول لا المدرسة ما بتدرس كويس ووديه يسجل أولى ثانوي. أيوه نعم. هل الـ 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 الكلام ده نقول أن المفتشيات أو المفتشية المسؤولة من التعليم هي ما شالت مهمتها، ولا المدارس فيها انحلال؟ المدارس إذا فيها انحلال المدارس مسؤوليتها تقع عليها، مسؤولية المدارس تقع على وزارة التربية، وزارة التربية عينت مندوبيات وعندها مندوبيات وعندها مفتشات، إذا كان في تقصير بيتحمل المسؤولية دي الوزارة وبالذات المندوبيات والمفتشات. ليه؟ لأن المدرسة إذا كان ما يعني عملت بالمطلوب ممكن يقفلوها أو ممكن يغيروا المسؤولين التربويين ده اللي بمسؤولين تربويين آخرين، لكن ليه بس يجي الواحد يقرص للمفتش شيء أو للمدير شيء خلاص شيل الأولاد وديه في محل؟ إذن الوزارة نفسها يعني
في بعض أو في أكثر الأحيان الآن الناس في أماكن المسؤولية ما محلاتهم، الناس بعينوهم ما عندهم خبرة، ما عندهم أي مسؤولية وخلاص، أي واحد يجي بس أنا مسؤول ما عنده خبرة، ولا حتى الناس اللي يجي يلقاهم موجودين ما يستشيرهم ولا يستفيد من خبرتهم، يفرض عليهم ولو كان خطأ يصير على الخطأ. بشكل ده التربية انحلت، يعني ترجع لوزارة التربية وللمسؤولين التربوية. بروف، بالنسبة للفوضى الموجودة دي، الفوضى الحجينة فوق هذه الفوضى العارمة الموجودة في المدارس، كون اليوم أصبحت المدارس كثيرة في البلد، وده بصورة عامة شيء إيجابي، لكن المدارس كثرت، المدارس دي اليوم تركت بعض الأمور غير مضبوطة، تنقلات لتلميذ من مدرسة إلى مدرسة، تلميذ فاشل، تلميذ ما بذاكر، تلميذ ما عنده أي فائدة، بمشي بندس في مدرسة أخرى بتشيفه في أولى ثانوي، وحتى لو سألت من الجمل ما بقدر بكتبها. زمان عندكم مثلا واحد مشى سبي دي بقدر بكتب وبقدر بقرأ، اليوم حتى مشى سيزيم ما بقدر بقرأ ولا بكتب. الفوضى الموجوده دي كيف يتم اصلاحها؟ انت ما لك تجيب في السي بي دي، ما لك تجيب في، ما في الجامعه كلها، انت بتعرف في ناس كثير من الزمان جامعيين حتى في الجامعه صحيح دي بترجع للمسؤولين السياسيين. انا في ما كل الاشياء اللي نحملها للاباء وللاطفال، وانا ما زي ما قلت لك انا الطيف اللي قاعد بنقرده ولدي وابو اخوي اما اختي الطفل ده كان عنده نقص، أنا نقص ده ما نقبله. يعني أنا ما ممكن نكون أستاذ مثلا مدرس في إنام ولا في الجامعة ونشيل ليزون مستوى في الإعدادي كل ما يعني في الإعدادي كل ما كأن ما في الإعدادي كأن نخط في الإبتدائي بس ونجي وندرس فوق الجامعة كله ندرس ذاته كيفه. شوف أين أحيانا لما نجي نشيل الورقة الصحيحة وكمان نتقب في تصحيح الأول. صح. في ناس وهذه ما تقدر حتى تصحح لي ورقة، تحاول كيف بأي وسيلة تنطي درجة ذات ما بتقدر. والله فعلا دي عندنا لها الأسباب بترجع لأمور أخرى. أنا بالنسبة لي يعني ما هي مشكلة الآباء وكذا، لا أريد الأمور أخرى دي. الأساس الدولة رفعت درجة التوظيف، كيف رفعت درجة التوظيف؟ اليوم الناس بوظفوه قال إلا ليسانس إلا كذا. أنا دائما نسأل نادم بوليسية ولا كارد من سبوت ولا عسكري ولا جندارم ولا ويسي ما بكفيني شهادة الإعدادية. مثلا أنت في العلوم الشرعية زول إنت شهادة إعدادية متمكن تمام، بالأخص الناس اللي بدرس في 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 المدارس العربية، هو لما بجي بكمل الإعدادية ده تقريبا للدردير ده بكمله للدردير ده والزول كمل الدردير وانت بتدرس العلوم الشرعيه. الزول قال لما الدردير ده من الزول اللي عندك كاب اندرواكي فرقيتهم شنو في الحقيقه؟ فرقيتهم ما هي بسيطه بس. الزول ده كان شلنا من الاعداديه دي ودايرين احول يبقى استاذ في الابتدائيه من احله، ما بس في الابتدائيه استاذ في الاعداديه وكله بيقدر. كان درسنا تمام أنينا غيرنا الأمور. اليوم الدخول في 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 معهد المعلمين فرضنا فيه البكالوريا، في حين هو ما محتاج للبكالوريا فيه. يعني من الإعدادية دي كان نقلنا التأهيل اللي هو بيجيبه ده بيجيبه في مستوى الباك ويكفيني، لأن زمان الباك بدخل ناس اللي عندهم الشهادة الثانوية بدخلوا في المعاهد التربوية بدون منافسة وديلاك بجب امتحنوهم عشان بيشوفوا مستوى. أنينا غيرنا الأمور دي هالساعة، جينا في معهد الثانوي نقول اللي يكون عنده ليسانس أو يكون عنده باك أو كذا، كل الكلام ده بيسوي شنو في آخر المطاف؟ بكون الطالب طالما عارف الشهادة السي بي والبي بي سي، وأنا منزيد كون السي بي اليوم أسقطه الشهادة الابتدائية، كون بشيفة ما عندها لي أهمية ما بتجيب لي شيء، ما ببذل المجهود الكبير عشان يحصلها الشهادة دي. لكن هنا زمان بنبذل مجهود عشان نلقى السي بي ده، دايرين نلقى السي بي ده، والسي بي كان لينا بس ما علينا نسوي أشياء. يعني المرحلة الأسقطوها دي في المفترض كانت تكون موجودة عشان تكون الناس تتنافس فيها، ويكون ما بس موجودة ما بس موجودة يكون عندها نتيجة في 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 الأمل. الزول يشيلها مثلا إتدار تسأل تريد لك إنسان في الزراعة وعنده سي بي
مع طوالي تودي في 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 إعدادية زراعة ما لا تنتظر يمشي في 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 الليسانس حتى تودي تأدى للزراعة. لكن دكتور أنا دكتور كلامك اللي بتقوله ده كلام جميل جدا، لكن أنا إحنا بنتكلم عن إذا كان هدي بس البضاعة اللي عندك لا الناس تسوي بكالوريا، الناس تسوي باك قريب 30,000 ولا 25,000، والغالبية العظمى منهم فيبل، الغالبية العظمى منهم ما عندهم مستوى، دول بس بدون دخول الجامعة ودي بضاعتك تساكل. الكلام اللي بنقوله لك ده التعديل غير المرقم ده السبب. هنا أدلنا أشياء هي غانة مستقيمة. أقدر نتكلم أنا دار نسير إلى نقطة، بس أنت نقطة حاليا قلت في الطلاب في الجامعة واحد كتب لك ورقة بتدور تجريه عشان تدي شغل كل ما تقدر تجريه، عشان ما فإذا كان هم دول بس دي بس بضاعتك ودول بس الناس تسوي باقي دول وداخلين الجامعة ما لازم تقبلهم بس بتنسي. أنا بنتكلم لك كطبيب جاني زول بقول لي راسه بوجع راسه بوجع ده قدام كله بتوجع مثله، عنده مشكله في بطنه، عنده شيء ما تفتش السبب جاب الراس بوجع ده شنو، عنده مشكله في الاعصاب، عنده شغل اخر جابه، عنده مرض ما تفتش الاشياء دي. اني الامراض ما بنعرفها يعني نحددها زي ما ستكرم الاستاذ حسن ذكر ان هناك في ناس بعينون في الوظائف بدون كفاءات واسوا اصحاب الكفاءات موجودين. انا مثلا ممكن نقول لك انينا يعني لما الدوله التشاديه مشت احل الناس في برازافيل وجو حلوا محل المدراء في المعاهد في المعاهد والثانويات اللي كانوا فرنسيين، الناس دي اللي ما أحلوهم، لكن الناس دي سووهم كيف في آخر المطاف يعني شيء نفس درمان كوكو دول عبدالرين بكيدين دول ما أعرف بيساني دول، ما ناس أحلوهم جو حلوا محل المسؤولين الفرنسيين. هو المخرج في بعض المواضيع مهمة جدا وذين ما أحلوا آخرين. ممكن تسوي برنامج آخر عشان نكمل. جميل جدا. وذين ما خلوهم ربوا آخرين يكونوا مثلهم وكلهم هسه ولا مش ولا مات ولا مشى في المعاش بدل ما يرفعوهم من مفتش أساسي يسوي إداريا مفتش عام ويواصل المهمة اللي هو عنده عليها. تلقى بيهلوا للمعاش، بيهلوا للمعاش لشنو؟ في ناس مفروض أنا كان بسألوني ما يقبل يهلون في المعاش أبدا. لخبرته عشان الناس تستفيد منها. أي نعم نعم جميل جدا. أستاذ حسن بصفتك مسؤول أو رئيس لجنة صياغة الكتب العربية، انت موجود في المركز الوطني للإعداد المناهج، وبمعنى ذلك انت ايضا رجل مسؤول تربوي في المقام الاول. في بعض الناس بيقولوا ان انحطاط المستوى وضعف المستوى الموجود في مدارسنا ده يرجع الى المناهج غير مكونه تكوين جيد لاعداد جيل صالح. تقول شنو كلامك؟ طيب في الحقيقه يعني احنا من الاستغلال ليومنا اليوم احنا بنقرا في مناهج اجنبيه يعني مصرية سودانية ليبيا وا 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 من 2002 ليومنا اليوم المركز الوطني يعني فعلا يعني تم تأسيسه. اليوم المركز الوطني للمناهج ألف له كتب بالعربية وبالفرنسية من الصف الأول الابتدائي إلى الصف الرابع المتوسط، يعني زيادة من 100 كتاب، مش كتاب بس، كتاب يتكلم بالنبغ وهجليج وكورنو و و و الأشياء الموجودة في بيئتنا واقع جهد، لأنه إحنا المنهج لما يقولوا منهج معناه المرآة أو السياسة بتاع الدولة دايرة تكبر عيالها، دايرة في المستقبل حيكون شنو؟ أراضينا زراعية، أراضينا عندها ثروة حيوانية، عندها ثروة غابية، دي كلها موجودة في الكتب اللي عملناها، لكن الكتب دي ما شافت النور وما هتشوف النور بالشكل ده. كم وزير يجي المدير بتاع المركز الوطني يمشي يا جماعة، هاو احنا ما حاولين تجيبوا لنا كتب من برا، هي دي الكتب كان بالفرنسية هي وكان بالعربية حتى بالإنجليزية موجودة بس مطبوع، كيف بس عشان ما يوصلوها للمدرسة ويوصلوها للمعلم؟ ما تم. إذا لما يقولوا المركز فعلا كثير من الناس بيقول ناس المركز شيابه وقاعدين ينخموا بألف ريال وبنخم بلاش ما أخذ يعني يقول يعني إحنا ناس بس يعني ما 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 جول المركز، وإحنا نتمنى ال ONRTV توصل وتشوف شنو الحاصل. أيوة الكتب دي موجودة، كتب مش كتب بس والله، حتى عندها دليل بتاع معلم كتاب ودليل يعني على الأقل دارين كتاب ودارين الدولة دي وزارة التربية وزير واحد بس دارين يشجع يجي كده يقولوا تعالوا شنو
ده الحاصل ده كله ما تم. لذلك الناس حاليا فريق شغال، فريق شغال ليل ونهار وأددت مناهج والله للبلد، لكن عايزين كونه الكتب دي تطبع وتوزع الى التلاميذ وبعد نشوف الاخلاقيات كيف. وده اللي سامع الان في بدايه العام الدراسي في كثير من 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 اباء التلاميذ ودوا تلاميذهم مسجلهم في المدارس ما شاء الله. نعم. بتشوفوا بودي اياله في المدرسه بسجلهم وبقعدوا بكف القروش. نعم. لكن خلال سنه كامله للاسف الشديد ما بمشي بتابع اياله في المدرسه ولا براقبهم. نعم. وفي اخر السنه بيجي بقول لك اولادي سقطوا. الناس بتقول فيكم شنو؟ دي المشكله، دي المشكله او الدل يعني السبب الاساسي الجايب او خالق لنا مشكله بتاعت عدم التربيه ليه؟ لانه الاب ما بيعرف المعلم، ما بيعرف المدرسه، ولا فاضي يدي للولد هاك امشي سجل. بعض منهم في بدايه سنه فعلا بيمشي، لكن البعض منهم ما بيمشي هاك بس امشي سجل. الولد سجل ما سجل هو ما مسؤول منه، ولا بساله ولا براقب ولا ولا. في نهايه السنه كان الولد نجح الحمد لله، الولد ما نجح يجي يقول لك المعلم هو بس السبب، مع انه المعلم غيره بتاعت المعلم لابنه اكثر منه هو ما نفسه. هو كما قال يعني المعلم ابو كده ابو ابو ثاني معلم كيف بس يرضى لفشل لاولاده وللتلاميذه؟ ده ما في، زي ما يرضى الفشل لنفسه ما يرضى لعياله. لكن الابهات نفسهم دائما نمشي كده نقول ابهات جهلهم بقيمه عن التعليم وجهلهم بالمعلم وجهلهم بكل شيء فيه، والا المعلم هو ابوه. اذا اليوم الواقع الشادي خاصه المجتمع بتاعنا ده يعني الله أدى كله، ما بحمد الله وما بشكر الله وما بشكر نعمة الله. إما أولاده ده ينجحوا إما ما ينجحوا، كمان المعلم ما كويس، لكن الأساس أول وآخر يرجع للأبو. نعم. إنت طالما ما بتمشي المدرسة وما بتسأل من المعلم ولا بتعرف ولا تلتقي، كيف هتعرف ولدك ده هيعرف؟ وزمان فعلا المعلمين أيضا في نفس زمان المعلم إذا كان ولد غير من الفصل باكر يرسل لأبو. اليوم الفصول مكتظة، المعلم نفسه يعني رغم الظروف ورغم أن جهده اللي بيعمله فشل، لأنه معلم عندك 60 70 نعم 80 نعم 100 دولار. نعم. بروف يشير إلي المخرج كونه الوقت انتهى. نعم. دول دي صفة الآباء. أنت قلت المدرس هو الأب الثاني بالنسبة للتلميذ، يؤدبه ويوجهه. نعم. لكن الآن عرفنا كونه مشكلة المدرس كده انتهينا منها، مشكلة الآباء المبرق بأبنائهم دول، رسالتك اللي بتوجهها لهم شنو؟ أنا رسالتي للآباء، أنا أولا ما بنلوم الآباء في الجانب ده خالص، لا جانب المراقبة والتوجيه ما بنلومه. أنا كمعلم مفروض أنا بنسوي الشيء اللي بخلي الطالب يقول باكر أنا ماشي للمعلم نشوفه ترقبه نرقبه. هي المشكلة ما من درسك ماشي بس الخطبة، خطبة الجمعة دي انت ما بتشوف كان في كان امام خطيب ومفوه وكده الناس كلها بتمشي بحضره في في الخطبة ده. نعم. هو كان الدرس ما حلو بزوش انه الدرس ما بدر الدرس ما فنه صحيح. نعم. الدرس يكون حلو. نعم. مثلا محمد جبريل لما بدرس ليك ال بدرس السيره. نعم. انت تدور متى كي رمضان 27 عشان محمد جبريل يتكلم لك في غزوه بدر. نعم. اداء. نعم. مثل الاغنيه. نعم. في الاغنيه انت تسمعها كل وقت ترددها تسمعها كما حلو تسيبها عشان صحيح. لكن كان اليوم كله كان خط ليك عشان لبركه ما بنسمع ما حلو بنسمعها ولي سموسه ما كلام حلو ولا محمد وردي ما حلو. المدرس كله المفروض يكون فنان. نعم. يجلب الطالب يجيبه للمدرسه. نعم. ما يكون الابو يجي يراقب ولا الابو يراقب ليه شنو؟ نعم. انا بس الابو. نعم. انا رسالتك لهم شنو؟ رسالتي لهم ده انا مدرس وانا نيابه عن الابو انا ابو. الطالب البجي انددى انا ابوه، نأدب زي ما نأدب اولادي انا. نعم. نربي زي ما يربي احدنا فالواه. نعم. جميل جدا. حتى يكون كذا جميل. واحد. أه. الشيء الثاني هي المساله دائرة الدوله، انا ما بنقول الابو، دائرة الدوله تؤهل المدرس. نعم. على ان يكون هذا الفنان. شكرا ايها الساده المشاهدون الى هنا ناتي واياكم الى ختام هذه الحلقه. نعم. من برنامج قضيه للحوار والتي ناقشنا فيها قضيه التلاميذ في المدارس، قضية التسيب الموجود في بعض المدارس. أطاف بنا خبيران تربويان في مجال التربية ومعلمان جليلان حول كيفية التي ينبغي لآباء التلاميذ أن يسيروا عليها والدب الذي رسموه لنا في هذه الحلقة. نشكرهما على حضورهما معنا في هذه الحلقة من برنامج قضية للحوار، ونتمنى أن يستفيد المشاهد من هذه الحلقة ومن هذه التوجيهات التربوية إن شاء الله. وسنلتقي معكم بمشيئة الله في الحلقة المقبلة من برنامج قضية للحوار، وإلى ذلكم الحين أستودعكم الله ودمتم في رعايته.